يا بنتي اجري هيموتنا. ايه رأيك اروح اقول للبنت الجميلة اللي واقفة هناك دي انك تلعبي معاها؟ ايه ده، الراجل ده بيكلم نفسه؟ خلاص انا هروح اقول لها عشان تلعبي معاها. خليكي هنا. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ما تخافيش، انا بابا تمارة، ساكنين هنا في العمارة دي. تمارة مين؟ تمارة بنتي اللي واقفة هناك، وهي كانت عايزة تلعب معاكي. تلعب معايا؟ مفيش حد واقف هناك. ممكن تبقى دخلت جوه. طب خليكي هنا وانا هروح انده لها. على فكرة تمارة بنتي في المدرسة اللي هناك دي. قصدك عليان؟ ايوه هي المدرسة دي، وهي في جريد فايف. قد يعني؟ ايوه انا هخش اجيبها لك وتتعرفوا على بعض، دي هتحبك قوي. يا تمارة، تمارة تعالي يا حبيبة بابا. انا اتعرفت على البنت اللي واقفه هناك وقالت لي ان هي اسمها فريده، وقلت لها ان انت هتلعبي معاها، وعلى فكره طلعت معاكي في المدرسه ونفس سنك. ايه رايك؟ لا، الراجل ده شكله مجنون، انا لازم اعرف ايه حكايته. فرونة يا زياد يا زياد مارتن، يا زياد، عايزه ايه؟ تعالى اقول لك على حاجه. هروح بس اجيب حاجات لماما. تعالى بس. عايزه ايه؟ عارف الناس اللي ساكنه هناك في الدور الارضي؟ عم بحر. بصراحة أنا معرفش اسمه، بس هو كل شوية بيجي يقولي تمارة بنتي عايزة تلعب معاكي. عارفاها منين أصلا؟ ميتة من 5 سنين. معقول؟ ميتة بقالها 5 سنين؟ أيوة يا بنتي، كل يوم يتخيل إن هي معاه وبتاع ويقعد يكلمها وهي أصلا مش موجودة، بقى ميتة بقالها 5 سنين ولا حاجة. يا حرام، ده صعب عليا أوي. خلاص بقى أنت هتمثلي كتير، عايزة أروح أجيب حاجات. معلش يا تمارة، أصل أنا رجلي وجعتني من كتر لعب الكورة واللف بقى من الصبح، شوية ونقوم نكمل لعب. انت حبيبتي، حبيبي بابا. ازيك يا ابو بحر؟ ازيك يا فريده، ده انا عماله الف عليكي من الصبح. تمارة عماله تسالني عليكي وتقولي ان هي عايزه تلعب معاكي. معلش يا عمو، مشفتكش. طب ماشي، ما هي تمارة عايزه تلعب معاكي يا فريده. هي فين تمارة؟ مش قاعده اصلا. ايه ده، هي تمارة راحت فين؟ دي كانت قاعده معايا من الصبح وكانت عايزه تلعب معاكي كوره. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ طب خلاص، سيبها هي تروح وتعالى احنا نروح نلعب مع بعض. طب احسن تمارة تزعل. لا مش هتزعل، هي اول ما تشوفنا هتلعب معانا. ماشي، هي فعلا كل من لما بتمشي بتغيب وبتقعد كتير قوي قبل ما تيجي. تعالي نلعب سوا قبل هي ما تيجي.